الفنانه شهيره علاقتكم مش زي اي زوجين. انا حضرتك قبل ما تدخلي كنت بقول يعني هم شركاء اصدقاء زملاء، يعني كانت العلاقه متشابكه في رحله طويله الحمد لله محترمه جدا بينك وبينه. يعني العلاقه كانت اكتر شويه من فكره واحد ومراته. هو يعني هو تقريبا زي ما بتقولي، يعني مش مسألة حد، لا زميل وزميلة قابلوا بعض قدام الكاميرا، أصلا أول ما تقابلنا يعني تقابلنا قدام الكاميرا، وبعدين بعد كده نشأت علاقة عاطفية جميلة محترمة جدا. وبعدين بعد كده قلنا نتجوز، وبعدين كل ده كان وانا لسه في سنه اولى في المعهد يعني، وكان كل طموحاتي ان انا يعني انا من سنه اولى هو قابلني قدام الكاميرا، من سنه اولى شايفني ممثله، كون ان انا بقى اتخلى عن ده واتجوز واروح المعهد وانا حامل والحاجات دي كلها، انا بقول بذكر ده ليه يديكي ان ايه، ان الشخص ده يعني في حياتي هيبقى استثنائي، يعني مش هيبقى مش زوج وبس. في الفترة الأخيرة كل أسبوع تطلع شائعة وفاة على مدار شهور أو مدار السنتين اللي فاتوا، قد إيه ده كان شيء مؤلم لكم؟ وهل هو كان بيعرف ده ولا لأ؟ لا كنتوش بتحاولوا إنه يعرف خالص، يعني ما كناش بنرضى نقول له كده، يعني صعب يعني. احنا يعني على فكرة احنا ما كناش يعني يعني عارفين ان ده شيء، مش عارفة عايزة استعمل لفظ، يعني ناس عايزة تكسب فلوس على حساب مشاعر وأذى الناس الآخرين. قصدك يعني يبقى في ترند فيك طبعاً. فلوس على السوشيال ميديا يعني هو ده اللي مشاهدات بيحصل. او متابعات طبعا اول ما يقولوا وفاه فلان الخبر يتشال على طول الناس كلها يعني عيب. حتى انا مره كتبت على صفحتي بقى تقول لهم عيب، علشان انتوا تكسبوا قرش زياده على حساب مشاعرنا ليه كده، ولكن طبعا ولا كان تقولي حاجه يعني حاجة صعبة جدا يعني. الفنانة شهيرة زي ما قلت معظم المقربين من الأسرة عرفوا قد إيه هي في الفترة اللي فاتت كانت واقفة عظيمة جدا جنب زوجها الفنان محمود ياسين، كانت بتتفنن إزاي تحمي مشاعر محمود ياسين وتحمي صورته قدام عموم الناس وقت عصيب ومرض ممكن أي حد يتعرض له. طبعا يعني بقدر الامكان كنت بحافظ على ده، يعني كتير قوي ولادي كانوا يقولوا لي ايه يا مامي هاتي حد يساعدك، مش معقول انت تبقي شايله لوحدك، هاتي ممرض هاتي ممرضه حد يساعدك، مش معقول انت تبقي شايله لوحدك. اقول لهم لا، ابوكو يعني طالما انا ربنا مديني الصحه ان انا اخدمه لوحدي انا مش هدخل عليه حد غريب، ويشوف محمود ياسين نايم قدامه بيساعده لا انا مش هعمل كده. وكنت بقاوح في ده كتير كتير قوي قوي، وانا يعني دايما كنت اقول والله يا منى ايه، لا ده انا ربنا مقويني، لما الناس تقعد تقول لي زي ما بتقول انت اصيله انت مش عارفه ايه انت، اقول لهم يا جماعه لا انا ولا اصيله ولا مش اصيله، انا ربنا مسخرني لهذا الرجل لان هذا الرجل استثنائي وعظيم بالنسبه لي. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه واتشت، ما تخليش حاجه تفوتك.